عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار الكويت. نصف مليون مواطن سعودي على أقل تقدير، هذا العدد الذي كشفت عنه جريدة الرياض السعودية للتشييع المهيب الذي شهدته القطيف لوداع شهداء صلاة الجمعة في التفجير التكفيري الداعشي في مسجد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالقديح. نصف مليون على أقل تقدير خرجوا ليدفنوا الطائفية والحقد التكفيرية قبل أن يدفنوا شهداءهم الأبرار، وليقولوا بصوت الواحد لأعداء الدين والإنسانية ولدعاة الحقد والكراهية والذبح والهمجية: إن منهاج الإمام الحسين بن علي عليهما السلام هو المنهاج الجامع لهم، ولا يمزقه أعتى تفجير ولا أنكر أصوات التكفير. نصف مليون على أقل تقدير رغم الجراح ودماء الشهادة صدحت بصوت واحد في وجه كل دعاة الفتنة وإراقة الدم ومعاول الهدم في جسد الأمة الواحدة: هيهات أن تبلغوا مرامكم، هيهات.